شكرا جزيلا للاهتمام اللي كتعطيو لهذا القطاع حساس واستراتيجي للبلاد والمواطنين. قطاع الصناعه، قطاع الدواء، هذا كاين واحد الافتخار كبير. بعدا اولا هو نشكروا السلطه في اعلى مستوى ديالنا في المغرب من الاستقلال. دابا طرحت قوانين مضبوطه لممارسه الصيدله وممارسه الطب من الستينات، وتبعتها بتأسيس مختبر وطني لتحليل الدواء 1969. هذا وشجعات صناعة الدواء مرحلة بمرحلة. هذا الشيء اللي جعل المغرب يجلب استثمارات هنا، وخا شركات، حتى شركات متعددة الجنسية أو مستثمرين مغاربة، تكونت داك التكنولوجيا ديال صناعة الدواء هي تكنولوجيا، أعلى تكنولوجيا مهمة بزاف، ولات ملك ديال مغاربة، مغاربات ومغاربة. اليوم 99% ديال العمال ديال قطاع صناعة الدواء كانت شركات متعددة الجنسية أو مغربية، مغاربة. اليوم المغرب كيصنع بالأقل 80% الاستهلاك ديالو من ناحية ديال الكمية، والمغرب موفر 41% ديال الاستهلاك ديالنا الداخلي دواء جنيس. هذاك الفضل ديال داك الدواء الجنيس كيعطي، كيوفر المواطن والصناديق ديال الاجتماعي ديال 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 الدواء لاسيورونس مالادي، كيوفر واحد 3.5 مليار بالاقل في العام مقارن للدواء الاصلي، وهذا بواحد الجوده مضمونه بحال الجوده ديال اوروبا، وهذا الشيء معترف به رسميا قانونيا رسميا من المنظمه العالميه للصحه ومن المديريه الاوروبيه ديال الجوده. هذا افتخار كبير للبلاد وخصنا نعترفوه. ثانيا هذا القطاع هذا فيه تطورات كبيرة عالمية، فيه تفتيش، فيه خلق أدوية جديدة، فيه منافسة كبيرة. المغرب عنده واحد الدور كبير اللي يقدر يلعبو بين أوروبا وإفريقيا. المغرب عنده كيوفر شركات، واحد وخمسين شركة اللي يمكن لها عندها 50% ديال الامكانيات ديالها الصناعيه موجوده اليوم للتصدير. وهذا الشيء هذا في هذا الازمه، هذا الوباء اللي وقعت تبين نقطه اولى، بينما المغرب ما وقعلوش مشاكل مع ولوج وموجود الدواء في المغرب. اولا في الادويه الاساسيه اللي صالحه ضد هذا الكوفيد كانت موجوده ومصنوعه في المغرب بشركة مغربية أو واحد شركة متعددة الجنسية، وكانت موفرة موجودة للمغرب. داك الشركة الجنسية فرنسية ما كانش داك الدواء ديالها ما مصنوعش فرنسا، كانت صنعها في جوج بلدان، المغرب وهنغاريا. هذا فضل كبير كيبين بينما المغرب قدر بعدا بالسياسة سيدنا ناحية ديال التسيير ديال التوجيه ديال هذا الوباء، بينما كان واحد مسطرة جيدة فعالة حفظات المغرب من بزاف ديال الآثار ديال هذا الوباء. ثانيا بالوجود ديال الدواء دائما في السوق المغربي، كان دواء ديال الكوفيد ديال هذا الوباء أو أدوية ديال الأمراض أخرى. هذا كيعطينا المناسبة باش نعاود نقولوا بأنما هذا القطاع الأهمية ديالو كبيرة من ناحية ديال الاستقالة ديال البلاد، ديال الحكم على الدواء وعلى الثمن ديالو. هذا بزاف البلدان عايشين مشاكل بالتوفير ديال الدواء في هاد الظروف هذه، المغرب عنده هاد الزهر. بالأسف هاد السنوات التسعينات عندنا بالأسف واحد المشكل، تراجع اللور، حيت كاين بزاف ديال المسطرات قانونية ومسطرات إدارية اللي كانت خصها تتبع هذا التطور ديال الميدان، وتتبع هذا الشيء هذا وديرها الاداره. بالاسف عندنا واحد التعطيل في هذا الشيء هذا، واحد النقص، وهذا اللي كيجعل هذا القطاع
فهاد 20 30 سنه اللي دازت بالاسف كيرجع اللور، كاين نقص في الاستثمارات، كاين نقص في تسجيل ادويه جديده وادويه جانسه. هذا كنرغبوا كنطلبوا من الاداره ديالنا تكون واعيه بهذا المشكل، وتشاركنا في المناظرات والتفتيش على الحلول باش هذا القطاع يبقى مقدم، يبقى مقدم لصالح الولوج الدواء في المغرب والادويه للبلدان الافريقيه. اكثر من هذا، جا في هذه المناسبه سيدنا عطى الارشادات ديالو لتعميم الضمان الاجتماعي لكل المواطنين، هذا عاود فضل كبير وفائده كبيره للمواطنين. هذا كيطلب تطور اكثر في صناعه الدواء والولوج ديال الادويه والمنافسه، هذا علاش كيخص تشجيع. ثالثا، سيدنا هو الاول غنصرو في اليوم ديال المنظمه العالميه للصحه 8 افريل 2019، عطى هاد في الرساله ديالو بينما الصناعه تشجيع صناعه الدواء وتشجيع الدواء الجنس هما الاساس ديال السياسه الصحه فعاليه وذو فائده. هذا اكثر من برنامج، هذا خص نديرو فوق جد، حنا مستعدين ومستعدين نديرو فوق الجد باش نوفقوا ونكونوا في حسن الظن ديال هذا الارشاد. كنتمناو الاداره ديالنا تعاوننا في نفس المسطره والصيغه. زيدا دابا حنا في هذا النموذج التنموي اللي اشرف عليه سيدنا عاود هذا الايام هذه، برنامج مهم كبير للبلاد للتنمو ديال البلاد ولصالح الاقتصاد والمواطنين. مساندين تماما هذا المشروع، ناقشنا فيه وكانت مناظرات، طالبين اولا تكوين ديال لاجونس ناسيونال دو ميديكامون. البلدان الاغلبيه البلدان عندهم لاجونس ناسيونال، الوكاله الوطنيه للدواء. المغرب وقع على الوكاله الافريقيه ديال الدواء لبعض الشهور. مستحيل غير معقول ما يكونش حنا عندنا في المغرب الوكاله الوطنيه ديال الدواء. علاش؟ فيها فائدات كثيره، اولا المسؤوليه ديال داك الوكاله، ثانيا هي المراقبه ديال القطاع باش كيبقى في المستوى ديالو في العمل ديالو من ناحيه بالامكانيات، فائده مهمه. ثالثا التعاون التكامل مع هذا القطاع باش يزيد القدام، باش يكون الفائده اكثر للبلاد والبلدان التصدير. وداكشي عندنا فرصه سعيده كبيره، اوروبا براسها وعات بانما كان عندها مشاكل كثيره في الولوج ديال الدواء ملي وقع هذا الوباء، حيت كانت متعلقه بالصين بالهند وبعض البلدان، هي كتغير داك الشيء. افريقيا اليوم كتستهلك قل من 1% ديال استهلاك عالمي، استهلاك عالمي 1500 مليار دولار في العام، منها 50% مستهلكه من الامريكان 57 مليار ديال الدولار، منها 20-21% من اوروبا، 20-21% من جابون اسيا. افريقيا مليار و 200 مليون ديال البشر، فقط قل من 1% استهلاك. كاين واحد الغرض كبير للتطور للتحسين ديال الصحه والولوج ديال الدواء في هذه المنطقه. المغرب عنده المناسبه باش يلعب واحد الدور كبير، ولا مع افريقيا ولا بين اوروبا وافريقيا، وما خصناش نخسروا هذه الفرصه لصالح البلاد ولا لداخل السوق ولا لهذا الاقتصاد مع البلدان الاخرى.